السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ربط الاوبن ستريت ماب بالاندور سيستم. اندور سيستم يعني انت عندك مول كبير وتقدر توصل لأي محل وتعرف كل المعلومات اللي انت عايزها من خلال النظام دوت. طيب خلينا نشوف مثلا كده حاجة عشوائي، وليكن مثلا هنا هنعمل زوم كده على المنطقة ديت. كده احنا رابطين الاوبن ستريت ماب اللي هو خريطة مفتوحة المصدر بالمعلومات الخاصة مش بالشارع، لا ده بمثلا ممكن بيت معين، التفاصيل اللي جواه. تمام، كل مول مثلا ممكن يجيب لك كل المحلات اللي موجوده جواه زي بالشكل دوت. تمام، فتقدر تاخد كل المعلومات اللي انت عايزها ويقول لك مثلا ده هيقفل الساعه كام، هيفتح الساعه كام، كل المعلومات. بيعمل دعايه لنفسه بشكل قوي، وطبعا مرتبط بالاوبن ستريت ماب. فالاوبن ستريت ماب مش بيتكلم في مستوى شوارع بس او منطقة بس، لا انت ممكن تعمل زوم كده تشوف مثلا مول معين، تشوف كل الحاجات اللي جواه، مبنى مثلا معين تشوف كل الاقسام اللي جواه، ده مثلا مطار معين فكل قاعة منهم ليها الاسم بتاعتها موجود، الغرف الموجودة بالاسامي بتاعتها. ممكن انت مثلا موجود في المطار دوت وبتدور على الحمام او بتدور على المطعم او بتدور على حاجة خالص، فتقدر توصل للمكان دوت وتدوس هنا تاخد المعلومات. ده الاسانسير مثلا الموجود هنا بالشكل دوت. فحاجة جميلة جدا، انا هسيب لكم الرابط ان شاء الله اسفل الموقع، تستمتعوا بان انتوا تعملوا زوم على اماكن كتيرة جدا تاخدوا كل المعلومات اللي انتوا ممكن تحتاجوها. تخيل الموضوع ده يبقى موجود في بلدك مثلا، اهو ده مثلا الاوفيس اهوت، الميديا سنتر اهوت، و و و الحاجات دي كلها، الجيم اهوت، وهكذا. تمام، وكل واحدة من دول بتلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. ده الباب مثلا اهوت، فهو رابط اتنين سيستم ممتازين جدا، بحيث ان انت تقدر تاخد اي معلومة انت ممكن تحتاجها. ممكن المبنى بتاعك برضو تدخل المعلومات اللي انت عايزها، النظام اوبن، ففي معلومات قوية جدا تقدر تستخدمها. نتمنى الناس تشارك في اوبن ستريت ماب في الدولة بتاعتك، يعني انت موجود في مصر، موجود في ليبيا، السعودية، حاول تشارك في الفريق بتاعك. مجرد ان تسجل دي حاجة